السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد في مادة الرياضيات بعنوان المشور القائم والأسطوانة القائمة، حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية. تذكير: المشور القائم هو مجسم يحتوي على قاعدتين على شكل مضلعين متوازيين ومتطابقين، دو باز باراليل اي سوبرپوزابل. وجوه أو أوجه جانبية مستطيلة الشكل متعامدة مع القاعدتين. ارتفاع المشور القائم هو المسافة أو الطول بين القاعدتين. لنلاحظ المثال الأول، هذا مشور قائم ذو قاعدة على شكل مثلث. C'est un prisme droit à base triangulaire. إذن كنلاحظوا بأن القاعدتين على شكل مضلعين ثلاثيين ومتطابقين وكذلك متوازيين. المسافة التي تفصل بين القاعدتين هي الارتفاع h la hauteur. نشوف المثال الثاني، هذا مشور قائم ذو قاعدة على شكل مضلع خماسي. C'est un prisme droit à base pentagonale. إذن لاحظوا جيدا، قاعدتان متوازيتان ومتطابقتان كذلك. المسافة التي تفصل بينهما هي الارتفاع. هناك حالة خاصة بالنسبة للمشور القائم اللي قاعدته على شكل مستطيل، فهو متوازي مستطيلات. C'est un parallélépipède rectangle. نمشيو للنشر المشور القائم. نبداو المثال الأول، هذا نشر لمشور قائم قاعدته على شكل مثلث. C'est un prisme droit à base triangulaire. نلاحظ بأن له ثلاث أوجه. المثال الثاني، إذن هذا نشر المشور القائم قاعدته على شكل مضلع سداسي. C'est un prisme droit à base hexagonal. إذن كنلاحظوا بأن هذا النشر هذا أو هذا المشور القائم عنده ستة ديال الأوجه. إذن من خلال المثالين هناك ملاحظة، إذن نلاحظ بأن عدد أوجه المشور القائم يساوي عدد أحرف القاعدة. نمشيو للمساحة الجانبية للمشور القائم. إذن هي المساحة الجانبية للمشور القائم هي مجموع مساحات أوجه هذا المشور القائم، بمعنى آخر فهي تساوي محيط قاعدة واحدة مضروب في الارتفاع، يعني S1 المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة نضربها في الارتفاع، يعني بي لو بيريمتر فوا لا هوتور فوا اش بي فوا اش. بالنسبة للمساحة الكلية للمشور القائم، إذن هي مجموع مساحة القاعدتين S2 والمساحة الجانبية S1 اللي حسبناها قبل قليل. S كتمثل لنا المشور المساحة الكلية، S1 هي المساحة الجانبية، S2 هي مساحة القاعدتين. إذن المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. نشوفوا المثال الأول، لاحظوا جيدا أبعاد هذا المشور القائم، يعني الارتفاع إلى الأبعاد القاعدة. إذن محيط القاعدة، بما أن القاعدة على شكل مثلث فالمحيط هو مجموع الأضلاع، يعني 6 زائد 5 زائد 2 يساوي 13. إذن المساحة الجانبية هي جداء هذا المحيط في الارتفاع، يعني 13 في 8 يساوي 104 سنتيمتر مربع. بالنسبة لمساحة القاعدتين
هي مساحة المثلث مضروبة في اثنان، إذن ستة في واحد مضروبة في اثنان والكل مقسوم على اثنان يساوي ستة. بالنسبة للمساحة الكلية هي مساحة، هي مجموع المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، يعني 104 زائد 6 يساوي 110. نمشيو للمثال الثاني. لاحظوا الموصول القائم ا بي سي دي او اف، لاحظوا جيدا الأبعاد. إذن هنا قبل ما نبداو الحساب ديال القاعدتين، مساحة القاعدتين وكذلك المساحة الجانبية، إذن لابد من معرفة القاعدتين ديال هذا المشور القائم. إذن قاعدة المشور القائم A B C D E F هما المثلثان A B C و D E F، فوالا A B C ثم D E F. لنحسب مساحة المثلث A B C، إذن مساحة المثلث هي A B F و A C على اثنان، يعني مساحة هي القاعدة مضروبة في الارتفاع الموافق لهذه القاعدة مقسوم على اثنان يساوي ثلاثة في أربعة مقسوم على اثنان يساوي ستة سنتيمتر مربع. ارتفاع المشور القائم هو ستة سنتيمتر، إذ محيط المثلث هو مجموع الأضلاع ديال القاعدة، يعني خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة يساوي 12 سنتيمتر. إذن المساحة الجانبية هي محيط القاعدة مضروبة في الارتفاع، يعني 12 في 6 يساوي 72 سنتيمتر مربع. بالنسبة للمساحة الكلية هي مجموع مساحة المساحة الجانبية ومساحة القاعدتين. المساحة الجانبية 72 سنتيمتر مربع زائد مساحة القاعدتين يعني 6 مضروبة في 2 الكل يساوي 84 سنتيمتر مربع. ننتقل الآن إلى مفهوم الأسطوانة القائمة. إذن الأسطوانة القائمة هي مجسم كذلك يحتوي على قاعدتين على شكل قوسين متوازيين ومتطابقين ومساحة جانبية كذلك واحدة. ارتفاع الأسطوانة القائمة هي المساحة التي تفصل بين القوسين أو بين مركزي القوسين. لنلاحظ المثال. لاحظ هذه الأسطوانة القائمة كتكون قاعدتين متطابقتين لهما نفس الشعاع ونفس القطر ومتوازيتين. المسافة اللي كتفصل بين القاعدتين هي الارتفاع H. المحور الذي يمر بين مركزي القوسين A و B إذن كنسميوه لاكس، لاكس دي ديسك. لنلاحظ النشر ديال الأسطوانة القائمة. إذن هذا النشر كيتكون من قوسين متطابقين متوازيين وكذلك من مستطيل اللي كتشكلنا المساحة الجانبية، وهذا المستطيل أبعاده الطول يساوي محيط القوس، وبالنسبة للعرض ديال هذا المستطيل هو الارتفاع الذي يفصل بين القوسين. إذن المساحة الجانبية للأسطوانة القائمة هي جداء محيط القاعدة الواحدة في الارتفاع، يعني S1 يساوي périmètre du disque qui multiplie la hauteur h، c'est-à-dire le diamètre qui multiplie p qui multiplie h، le d هو القطر، قطر القوس. بالنسبة للمساحة الكلية للأسطوانة القائمة هي مجموع المساحة الجانبية ومساحة القاعدتين. إذن مساحة القاعدتين هي شعاع في شعاع في ب، الكل مضروب في اثنان، يعني R و R و P كي ملتيبلي دو. المساحة الكلية S يساوي مجموع المساحة الجانبية زائد المساحة القاعدتين، يعني S1 زائد S2.
إذن S يساوي D فوا بي فوا H plus R فوا R فوا بي فوا 2. Alors, après cette séance, nous allons voir des exercices d'application. Merci bien.